خلينا بقى نروح نتابع دلوقتي الاخبار المختلفه وجريده الشروق تحديدا. مراسلتنا سنة حامد موجوده هناك عشان تطلعنا على اخر الاخبار في المواقع والصحف. يا سالا صباح الخير عليكي، مصبح عليكي انا وكريم وكل جمهور 10 الصبح وقناه الاهلي سامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، اكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي وجوله صحفيه جديده، ولكن النهارده ان شاء الله هتكون من جريده الشروق، هكون معاكم عشان اطلعكم على اهم واخر الاخبار في الصحف الرياضيه سواء العالميه او المحليه. ويمكن النهارده اول خبر معانا من جريده الشروق امتحان قاري لتشافي مع برشلونه امام بنفيكا، واليونايتد بوجه جديد يتحدى في ريال. يمكن النهارده ان شاء الله يعني هتكون الجوله الخامسه تنطلق النهارده، ودي الجوله اللي قبل الاخيره من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا، وهتنطلق المباريات النهارده ان شاء الله يعني في الثامنه الى ربع مساء، حيث يعني هيحل بايرن ميونخ ضيفا على دينامو كييف الاوكراني، ويستضيف في ريال الاسباني النهارده ان شاء الله في نفس الموعد فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، وفي العاشره مساء هيستضيف تشيلسي الانجليزي فريق يوفنتوس الايطالي، ويلاقي برشلونه الاسباني فريق بنفيكا البرتغالي، ويعني اخر مباراه النهارده هيقابل فيها اشبيليه مع فريق فولفسبورغ الالماني في اسبانيا. تاني خبر معانا النهارده ومن الشرق الاوسط من قلب الرياض، الهلال في مهمه استعاده زعامه اسيا. يمكن النهارده كمان ان شاء الله يعني هيكون في مباراه مهمه جدا، يعني النهارده مساء الثلاث هيكون في نهائي دوري ابطال اسيا، واللي هيكون ما بين يعني فرقتين يعني من اقوى الفرق اللي موجوده في قاره اسيا، نادي الهلال السعودي ونظيره فريق بونهاج يعني ستيلرز الكوري الجنوبي. النهارده المباراه دي هتقام على ملعب ملك فهد الدولي، واللي هيسعى فيها يعني الفرقتين ان شاء الله يعني هواندو يا كريم ان هم يعني يستعيدوا اللقب مره اخرى. يمكن فريق الهلال السعودي يعني عايز يستعيد اللقب مره اخرى ويفرح جميع جماهير نادي الهلال السعودي بعد يعني ما انسحب في النسخه الماضيه من البطوله، بعد ما كان يعني قائمه اللاعبين كانت ناقصه يعني قائمه اللاعبين عن العدد يعني المحدد لانطلاق المباراه، ويمكن يعني القايمه كانت ناقصه بعض اللاعبين، يمكن العدد كان ناقص بسبب يعني انه فيروس كورونا يعني كان هو السبب انه معظم اللعيبه اصيبت بفيروس كورونا، او مش بس اللعيبه يعني معظم افراد البعثه، فعشان كده انسحبوا من النسخه الماضيه. ولكن السنه دي ان شاء الله يعني في النسخه الحاليه والنهارده في النهائي يعني عايزين يفوزوا ويفرحوا جميع جماهير نادي الهلال السعودي ويستعيدوا اللقب مره اخرى. والخبر الثالث معانا النهارده من روسيا اليوم، من سيتوج بالنسخه العاشره ابطال كاس العرب للمنتخبات عبر التاريخ. يمكن كمان النهارده ان شاء الله يعني تترقب الجماهير العربيه انطلاق بطوله كاس العرب لكره القدم، ويمكن يعني بنتظره من دلوقتي عشان البطوله تنطلق، ولكن البطوله هتنطلق يعني من فتره 30 نوفمبر اللي جاري بعد توقف يعني دام لتسع سنوات، حيث اقيمت يعني النسخه الاخيره عام 2012 وتوج بها المنتخب المغربي. يعني البطوله هتقام من يوم 30 نوفمبر حتى يوم يعني 18 ديسمبر المقبل بمشاركه يعني 16 منتخب عربي في النهائيات، والبطوله دي يعني ستلعب لاول مره للمره الاولى في تاريخها تحت مظله الاتحاد الدولي لكره القدم بدلا من كاس القارات لاعتبار يعني او لاختبار عفوا قدرات الدوله الخليجيه على تنظيم كاس العالم لكره القدم في الشتاء يعني 2022. ومن جريدة المساء وده خبر يعني الرابع معنا النهاردة والأخير، قبل 24 ساعة من بدء الفعاليات الاستعداد للبطولة العربية وإبراهيم مصطفى للمصارعة على قدم وساق، يمكن كمان يعني على قدم وساق يبذل مجلس إدارة الاتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار رئيس الاتحاد جهودا يعني مكثفة لإنهاء كافة الإجراءات والاستعدادات قبل 48 ساعة من انطلاق فعاليات البطولات الأندية العربية والبطولة بطولة العرب للكبار بطولة يعني إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة المقرر انطلاقها يعني بمدينة شرم الشيخ غدا إن شاء الله يعني الأربعاء يوم 24 نوفمبر. يمكن البطولة دي يعني هواندو كريم هتستمر من يوم 24 نوفمبر بكرة إن شاء الله
حتى يوم 30 يعني من نفس شهر نوفمبر بصالة المغطاة بمدينة الشبابية في مدينة شرم الشيخ. ويمكن البطولة دي إن شاء الله يعني هتكون تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، دكتور يعني طبعا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. البطولة دي هتكون تحت رعايته وإن شاء الله هتنطلق يعني بكرة من يوم 24 حتى يوم 30. يمكن دي أنا هواند وكريم كانت أخبارنا النهاردة يعني في جميع الصحف الرياضية سواء المحلية أو كمان العالمية. يمكن طبعا أنا يعني مستمرة معاكم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. كلامي ليكي طبعا يا نهاوند، تفضلي. تغطية حقيقي أكثر من رائعة منك يا سارة، شكرا ليكي جدا.